قال لك إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. أنت بتدعو في بشر زيك، أنت محتاج هو محتاج برضو، أنت بتمرض هو بيمرض، أنت بتموت وشيخك بيموت ولا ما بموت، ها؟ عشان كده ربنا قال في سورة الفرقان فتوكل على الحي الذي لا يموت. لما تسأل من أبوك الشيخ، أسا شيخ من القريب بيجاي ده منو أنا ما بعرف اسمه، ها؟ حي ولا ميت؟ مات صح؟ كويس؟ ده مات، أنت بتتوكل على ميت؟ هو ما بيسمعك كان ناديته. قال تعالى إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. الميت ما بيسمعك. ربنا قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. الآيات من سورة فاطر. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. حتى لو سمع، أنت بتقف جنب القبر وبتنده فوقه يا أبو يا الشيخ، أبو يا الشيخ، ما بيسمعك. الله قال لك ما بيسمعك. طيب لو سمع، قال لو سمعوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم. والموضوع لو انتهى على كده كويس، لا ما انتهى لسه. قال لك ويوم القيامة، بعدين ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يكفرون بشرككم. يكفروا بشرككم كيف يعني؟ يعني بينكروكم، بينكروك عديد. قال تعالى وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. ده ليهون ذات الناس أبو الشيخ الكنا بنندهم هذين ده يوم القيامة الكلام ده. هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك. ربنا قال فألقوا إليهم القول، ردوا عليهم الشيوخ، ردوا عليهم فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. نكرون ولا ما نكرون؟ نكرون. إنكم لكاذبون. وألقوا يعني كلهم إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. في سورة القصص ربنا قال ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. وينهم؟ ما كنت في الدنيا هنا انتوا بتقولوا اكان داير الجنة نادي فلان، وكان داير الرزق نادي فلان، ها؟ وكان بضاعتك ابت تنباع ولا حواشتك ما انتجت، ها؟ امشي انده الشيخ ولا خلينا اكتب لك ورقة. مش كنتوا بتقولوا كده؟ يوم القيامة رب ناديهم ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون. ربنا قال قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا. بيعترفوا براهم هؤلاء الذين أغوينا، أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك. انت تنده فيه وتعبان وبشاكل فيه، مش منده زاي بشاكل. كان قلت لأبوك الشيخ ده ميت جوا القبر وما عنده حاجة، يقول لك هو يا زول هوي وتناور العكاز ويجيك في شنو يا زول في شنو. أبوك الشيخ ده بعدين بيتبرى منك. قالوا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون. وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. الرسول ما يكلمكم، ماذا أجبتم المرسلين. ربنا قال فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. يا ناس ده كلام واضح، كلام واضح. ربنا داير مننا عقيدة نظيفة،